أثر الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لهيكل عظمي تم إخراجه من مقبرة النصارى بغرومبيليا، تحولنا للمقبرة هذه. وعلى ما يبدو أن الأمر يتعدى نبش قبر واحد، بما أن أغلبية القبور وقع نبشها هي الأخرى لغاية في نفس يعقوب. عساس المقبرة يتحدث على أحداث وحقائق غريبة صارت بالمقبرة هذه من نبش قبور وإخراج هيكل عظمية. كيما شنو مثلا؟ شديت الزط على المكلة الحق؟ شديت مرة زط للمكلة 5 كيلو شديته في البرة زط أما هو خبر زط برة 5 كيلو زط؟ والله 5 كيلو شديت الماء تحفر يحفر ويحفر زني واحد يحب يشري مي شنو يحب يشري مي؟ شنو قال لك اقترح عليك يشري مي؟ يحب يعزم بيه هذا ما ينفع في العزيمة مش لازم واحد عربي يهودي شفال ما ركبش فيه صار إذا قالك خرج لي خرج لي ميت نسري من عندك يا ديره الميت ما قلت لكش ما قيتهش هز عندها عام لحكي بشكل جديد هنا بنيت هذي وبنيت هذي وعملت الصليب هذا وزرعت لها وردات غاديك أقلعوهم وفي ساعات فما للطب اللي يهزي فما أهالي المنطقة يتحدثوا على سماع أصوات خاصة في الليل، الأمر اللي يطرح أكثر من سؤال، ما الغاية من إخراج هياكل عظمية من قبورها؟ قربيع وحس واحد حاسيله في الليل لأنه حتى نبدو متعدين نسمع في قربيع من طب ليش جملة أنا شبهنا يعني وكل عبارة يحفروا معناها واحد كل شيء قربيع نسمع في حس قربيع وكاو عبارة واحد نقول بزنزير معناها هكاك هاي ويحفر هذاك إيش نسمع؟ جزويت ألمنيو فهم الميت سنتني نحد أن من يوم يهزي بيع سيد هذا عاملها خدمة كل يوم تقين عليه يمشي يخرج كمية كيلو أن من يوم يهزي بيع الأمر أصبح محير وهنا يصبح الحديث هل أنه من يقوم بهذا منحرفون يبحثون عن المال أم أن الأمر يتعدى ذلك بكثير والحديث يصبح حول استخراج كنوز أو ما شابه ذلك الأمر المؤكد أن السلطة الأمنية أذنت بفتح تحقيق في الموضوع لكن هنا على السلطة المحلية بالجهة صيانة هذه المقبرة القديمة التي أصبحت مرتعا للمنحرفين